حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في هذا التواصل الجديد اكيد عبر تلفزيون المجلس وبرنامجكم الاسبوعي برنامج اسراي. ومثل ما عودناكم في برنامج اسراي نستضيف احدى الشخصيات الكويتيه المضيئه في تاريخ دوله الكويت واللي اكيد اسهمت في خدمه هذا الوطن الغالي. ويسرني لهذه الليله ان ارحب بضيفتي الكريمه النائب السابق ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق دكتورة ذكرى الرشيدي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج إسراي. يا هلا ومرحبا، حياك الله. يعني دكتورة المحاور كثيرة، وبالنسبة لي أنت ضيف يعني جدا سمين، وما أدري من وين أبدأ، ولكن راح أبدأ أكيد من طفولتك ومن نشأتك ومن مواليد 1970، وهذه الحقبة أكيد في دولة الكويت حقبة مهمة جدا، وحقبة يعني أقل ما تسمى حقبة الطفرة المالية لدولة الكويت، ودنا نتكلم عنها. طبعا أكيد كانت يعني السبعينات هي كانت حقبة فيها وفرة مالية، وكان هذا باين أيضا حتى في اهتمام الدولة بالصحة والتعليم. لو يعني اللي كانوا في السبعينات يتذكرون نحن أيام حتى المدارس شلون كان الاهتمام بالتعليم، بمثلا توفير حتى الوجبات الغذائية للتلاميذ، وأيضا شمول التعليم المجاني لغير الكويتيين. أعتقد أن الوفرة هذه كانت على جميع الدول، وأيضا هو اقتصاد عالمي كان في هذاك الوقت ينعكس على طفولتنا، على نشأتنا، على أمور كثيرة. أذكر أنها كانت يعني من السنوات الجميلة اللي قضيناها في أشياء الحياة. معينة تذكرينها في هذاك الوقت دكتورة وأثرت يعني فيك؟ يعني أثرت فيني ماكو، بس يمكن كان البساطة اللي كنا نعيشها، الطفولة اللي بعفوية تختلف عن طفولة هذا الزمن. يعني دراستي كانت في المتوسطة وفي الابتدائي، يعني كنت أتذكر شلون كنا ندخل مثلا نشاطات ومشتركين، يعني أنا كنت من الفائقين لله الحمد، كنت أشارك في وايد من يعني الأنشطة سواء موسيقية أو مثلا تلاقي نشاط في حفظ القرآن الكريم. يعني كانت مشاركاتنا كثيرة، عشنا فيها طفولتنا ولله الحمد، يعني طفولة بسيطة ورائعة بعيدا عن ما يحصل الآن مع الأطفال. يعني كنت كان في حلم يراودك أن تكوني محامية في هذاك الوقت؟ يعني خصوصا في المرحله المتوسطه او المرحله الثانويه، يمكن هذا كان شيء في يعني ما وعيت له الا بعدين. اني كنت اتذكر فعلا انا كنت صغيره، يمكن كنت البس روب المحاماه ويعني امثل ان انا محاميه واترافع عن متهم. يمكن هذا كان نتيجه متابعتنا لافلام لامور، بس عموما انا حبيت المحاماه. يعني اثناء مراحل الدراسه كان عيني على كليه الحقوق، أطمح في أني أدرس في كلية الحقوق وأني أكون محامية، والله الحمد يعني تحقق لي هذا الحلم. يعني دكتورة دائما لك مقولة تذكرينها وتقولينها عن الوالد رحمة الله عليه، يعني نشأتي في كنف أبوك رحمة الله عليه، وكنت تقولين أنه كان مثال أو كان مثالي للعدل والمساواة والديمقراطية. يعني هل من مشاهد معينة أثرت فيك وخلتك يعني تصفين الوالد بهذه الصفات؟ الوالد رحمة الله عليه كان عبارة عن صرح كبير بالنسبة لنا. يعني أقول أنه كان في تفكيره المنفتح النير يسبق زمانه في ذلك الوقت. كان يعني دائما هو داعم للمرأة، دائما يتكلم عن الديمقراطية وعن الحرية، وفعلا في تربيته لنا كان يعني أساس تربيته لنا عنده مساواة بين الأخوة والأخوات، عنده عدل فيما بيننا بالحكم. أيضا هو رجل ديمقراطي معانا، يناقشنا، يقعد معانا، يسمع من عندنا لما نوصل لرأي معين نقتنع في هذا الرأي. يعني ياخذ ويعطي معاك رغم أنه هو كان له هيبته وكانت له قوته، في نفس الوقت تلاقيه لين وسهل، وهذه صفات نادرا ما تجتمع. صح. يعني للأمانة أيضا هو كان يعني رجل يحب العلم والتعلم، كان دائما يحرص على أن احنا يعني نسعى وراء طموحنا وراء تحقيق الحلم. كان دائما يعني الله يرحمه يقول من سار على الدرب وصل، وينمي فينا هذا الشيء، يزرع فينا أن أنت اللي تزرعه راح تحصده فيما بعد، وأن المفروض أنت تكون مثابر في حياتك، وخصوصا أنه هو رجل عصامي ومكافح، عاش في بيئته كان مختلفة عن يعني انتقالنا للمنطقة الرابعة كانت منفتحة أكثر. وهذا سؤالي دكتورة، يعني بعض العادات الموجودة في دولة الكويت وبعض القيم
الموجودة لربما تصعب يعني بعض اتخاذ بعض القرارات. فبعد انتقالكم للمنطقة الرابعة ويصاحب هذا الأمر أن الوالد رحمة الله عليه صاحب فكر وصاحب ديمقراطية وصاحب مساواة وصاحب نظرة إيجابية للمرأة، ما تشوفين كانت الأمور صعبة نوعا ما؟ عندك كانت مو صعبة، عندي كانت وايد صعبة. يعني خليني أقول لك، أتذكر موقف لا يمكن أني أنا أنساه. في 2005 الوالد بشرني بإقرار حقوق المرأة السياسية، وكان فرحان جدا بإقرار هذه الحقوق. هو من الرجال اللي فعلا يؤمنون بالمرأة وداعمين للمرأة، ويرى أن المرأة والرجل واحد وأنهم في خدمة البلد. هو أساسا دائما يربينا ويزرع فينا يعني حب العلم، حب التعلم، الطموح، وأن احنا نتساوى حتى في طموحنا، ما عندنا شيء تمييز بين المرأة والرجل. يعني حتى الكفاح، أن الإنسان كثر ما يكافح راح يوصل للي يبيه كطموح. أتذكر في هذا اليوم لما بشرني كان فرحان وسعيد جدا، ويبشرني فعلا بكل فرح وسعادة أن اليوم أقروا قانون حقوق المرأة السياسية، ويلا ذهبي حالك حق الانتخابات. تخيل هو في ذلك الوقت يقول لي ذهبي نفسك للانتخابات، ويرى فيني أني أنا قادرة على هذا العمل، وأن أنا يعني مهيئة لهذا العمل. وهو فعلا كان في حواراتنا وفي مناقشاتنا عن المرأة وعن العمل وعن السياسة، يعني هو متابع ويعني دائما شغوف مطلع. نعم يعني مطلع، وبعدين هو يؤمن بهذا الشيء. ما عنده العقد الموجودة في كثير من الموروث، يعني الثقافي عند الكثير، لا يؤمن بالتعصب، لا يؤمن بالتمييز ضد المرأة. يعني بالعكس يؤمن بالضد، أن الانفتاح وأن تكون يعني الحياة مفتوحة طالما أنت تعمل وطالما أنت في يعني حدود دينك، ويعني ما يكون في شيء حرام. فبشارته لي خلتني أنا شوي صدمتني، كنت أقول له وين هني عندنا في الدائرة؟ يعني الوالد عاش وربى في كان بين الشامية والفيحة وكذا، يعني البيئة مختلفة عن البيئة اللي أنا عشت فيها. يعني مهما كان في موروث موجود ما نقدر ننكره، ولغاية الآن موجود. يعني ونظرة للمرأة في مجتمعنا كمجتمع قبلي، أن المرأة ربما تكون ضعيفة جدا في العمل العام وغير متصور أساسا. فأنا أقول له لا، أعتقد نحتاج سنوات طويلة، تحتاج المرأة سنوات حتى تصل إلى البرلمان. فيقول لي لا، شنو اللي يمنع؟ في ناس وايد تؤمن بالمرأة، وبالعكس المفروض أن أنت يعني تبدأين حتى يعني يصير ينفتح المجال أيضا للأخريات. كانت يعني أو كان هذا الحوار من الحوارات اللي يمكن أنا أنساه. فعلا يعود الفضل لوالدي، الله يسكنه الفردوس إن شاء الله، أن كان هو الداعم، هو المشجع، هو الرجل اللي سبق بفكرة حتى نظرتي أنا يعني تهيئتي لهذا العمل. شنو الفراغ اللي تركه فيك بعد مرور 10 سنوات؟ طبعا فراغ كبير. الوالد يعني لك، يعني لكل إنسان يعني شيء كبير، يعني هو المثل الأعلى، هو الأمان، هو الاطمئنان، هو السند لك، خصوصا رجل مثل والدي رحمة الله عليه. أنا أعده رجل يعني نادر ما يتكرر في الزمان، في أنه يكون بهذه العقلية، وهو من هو رجل قبلي يعتز ويحب أهله وايد. في نفس الوقت هو يؤمن بالانفتاح في حدود الشرع، يؤمن في المرأة، عنده أفكار كثيرة يعني تشجعك على أنك تستمر وتصل إلى ما تطمح إليه. فأعتقد يعني فراغة لا يمكن أن يصل. هل إصرارك أيا كان، هل إصرارك بعد وفاته على العمل السياسي والخوض الحياة السياسية يعني تنفيذا لأحد رغبات رحمة الله عليه؟ للأمانة لما يعني والدي توفى في 2006 قبل الانتخابات تقريبا ب3 أشهر، لذلك أنا ما شاركت في أول انتخابات برلمانية شاركت فيها المرأة الكويتية. وكان يعني إخواني وأخواتي يذكروني أن يلا نزل انتخابات ترشحي، كنت أنا ما أقدر لأن لا تزال يعني الأزمة، وفراقه كان صعب علي للأمانة. فما شاركت في هذه الانتخابات الأولى، شاركت بالانتخابات الثانية، وكان فعلا معظم اللي حولي أو قرباء مني
يرون أن هذه رغبة الوالد، ويعني هو كان يرى فيني هذا الشيء ويرى أني أنا قادرة على هذا العمل وأني أقدر أخدم الناس. وبالعكس يعني هذا تخصصي، أنا قانونية متخصصة بالقانون ومحامية، واشتغلت سنوات طويلة في العمل العام ونشطة في المجتمع، يعني حتى نشطة في العمل السياسي. لذلك أنه يعني يعتبر أنه واجب علي أني أنا أشارك الآن طالما الباب فتح للمرأة الكويتية وتشجيعا للنساء الأخريات في المجتمع. أكيد متواصلين معك دكتورتنا الفاضلة، ومتواصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج إيش رأي فاصل، ونرجع لكم إن شاء الله. رجعنا معكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ولازلنا متواصلين معكم أكيد، ونجدد الترحب لكل من انضم إلى تلفزيون المجلس وبرنامج إسراي وحديثي الشيق مع الدكتورة الفاضلة ذكرى الرشيدي النائب السابق ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق. دكتورة حياك الله معنا مرة ثانية. يا مرحبا. يعني تكلمنا عن نشأتك وتكلمنا عن الوالد رحمة الله عليه ومدى تأثرك فيه، وعن القيم والمثاليات اللي كان يعيشها وأثر عليك في حياته. أنتقل إلى الوالدة أطال الله في عمرها، المثقفة والمتبحرة والقارئة والمحبة للإطلاع والعلم. يعني هل تأثرت في الوالدة وكانت أحد الأسباب في دخولك القانون أو لا؟ بالتأكيد أن أتأثر في والدتي، الله يطول بعمرها ويحفظها. الوالدة إنسانة متعلمة، مثقفة، مطلعة، ربتنا على أمرين مهمين في الحياة قبل الشهادة وقبل أي شيء، دينك وأخلاقك، وإن الأخلاق هي أساس، يعني هي أساس دينك، فهي دائما تهتم في هذا الجانب. أنشأتنا على التنشئة الإسلامية لله الحمد، امرأة يعني تفرغت لتربية أبنائها، بالتأكيد أن أنا أخذ منها الكثير، أخذ من كل القيم الرائعة والمبادئ اللي غرستها فينا. كانت الله يطول بعمرها وإحنا صغار تهدينا الكتب، تقرأ لنا القصص وتعلمنا شلون نحب القراءة، تجيب لنا كتب عربية وأجنبية، وكانت تشاركنا يعني شلون إن إحنا نتعلم على القراءة. فهي علمتنا، يعني برأيي علمتنا كل أبجديات الحياة الطيبة، الله يبارك فيها. هي أيضا امرأة مهتمة طبعا بالعلوم الشرعية، وما شاء الله عليها لا تزال حاضرة في دروس الدينية وفي يعني حلقات الذكر وتحفيظ القرآن وتجويده، ودائما هي مهتمة فينا، وثقافتها الأمانة هي أكثر من ثقافتنا، مطلعة ما شاء الله. الله يحفظها لكم يا رب. يعني دكتورة لاحظ في تكرار وفي اختيار أسماء في يعني خواتك الله يحفظهم لك، نبي نعرف سر الياء ذكرى وبشرى ويسرى، هل لها حكاية ولا صدفة؟ هي ترى مولياء هي الألف المقصورة، الألف ذكرى وبشرى ويسرى. الأمانة هي كان كلها مواقف، يمكن كل تسميات الأخوات والأخوان كانت مواقف حسب ما نعرف من الوالد والوالدة. يعني مثلا أذكر أن قالوا أختي بشرى، كانت هي بشارة لأمي، أن الحمد لله يعني أعتقد ولدت أو شيء، وكانت بشارة طيبة لها ولأهلها فسموها بشرى. يسرى كانت الوالدة شوية متعسرة في الولادة وكانت تقرأ القرآن، وقامت تكرر آية إن مع العسر يسرى، فكانت تكررها، فلما الحمد لله تسهلت الولادة سمتها يسرى، فهي الاسم سبحان الله على نفس الوزن. وذكرى ذكرى كان ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك تم اختيار اسم ذكرى وكان يتفق مع بشرى ويسرى. يعني ولادتك كانت في كان في يوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم دكتورة، يعني كنت تلبسين روب المحاماة وانت صغيرة، يعني فهل كان هذا عشق مبكر للمحاماة؟ يمكن احنا في البارت الأول تكلمنا في شيء بسيط عن تأثرك في بعض ممكن المسلسلات وتلبسين الروب والترافعين، بس هل هذا تأثر مباشر وعشق مباشر؟ يعني بالتأكيد أن الإنسان ما كان يعلم وهو صغير، يعني ممكن أنت تميل إلى أمور الآخرين ما يميلون لها. كنت أنا محبة فعلا للدفاع عن يعني أحد مظلوم، عن بريء لازم نسعى له في يعني براءته. أعتقد هذه الصورة كانت موجودة وايد عندي في طفولتي في المتوسطة وفي الابتدائي. طبختيها في المدارس مثلا؟ في المدارس يعني بينك وبين صديقاتك يعني مثلا مشكلة معينة؟ كنت في المدارس متحملة مسؤولية يعني كبيرة، إعلاميا يختاروني أني أباشر الإعلام،
تلاقي في تحية العلم دائما كان يختاروني ان ايضا انا اكون من الناس اللي نشيطين وتكون في تحية العلم. تلاقيني مثلا في التعبير، انا يعني كنت احصل على الدرجات العالية في التعبير، وحتى كانت المدرسات يعني يستغربون ان منو كان يكتب لك او يعلمك، هذا مو اسلوب طفلة صغيرة في المتوسطة ان تكون معبرة وتاخذ الدرجة كاملة. فكانوا يحطوني تحت اختبار، ساعات تقول لي يلا كتبي في موضوع، أبي أشوف تكتبين في موضوع عن مثلا المكتبة، فيب لها موضوع طويل عريض تستغرب أن شلون طفلة تقدر تكتب بهذا التعبير. فيمكن هي أمور أنا عشت فيها وحبيتها، وأكيد يعني حبي أنا أساسا يعني أو طبيعتي لي أن أنا أحب العدل أحب الحق، يعني أعتقد هذا اللي وجهني إلى مهنة المحاماة. جميل. يعني دكتورة ما شاء الله تبارك الرحمن سيرتش في المحاماة يعني سيرة عطرة ومشرفة، وبدأت أعتقد من 1993. يعني هل وصلتي إلى اللي شيء اللي تطمحين له ولا لا زال الطموح أكبر؟ طبعا لا يزال الطموح أكبر. يعني طموح أي إنسان ما أعتقد يتوقف إلا إذا توقفت حياته. مهنة المحاماة مهنة أنا أشوفها راقية نبيلة سامية، مهنة لا يمكن أن تكون من المهن العادية، بالعكس مهنة ترفع ظلم تثبت براءة، فيها شعور عظيم يعني ونبيل أنك أنت لما تحصل مثلا على براءة شخص متهم، يعني أعتقد هذا الشعور لا يضاهي أي شعور. مهنة أعتقد يعني مهمة وعبر يعني كل التاريخ هي مهنة للنبلاء. فالمحاماة بالنسبة لي مهنة متجددة، كل يوم احنا نتعلم شيء جديد، خصوصا أن أنا اشتغلت في جميع أنواع القضايا، ما اقتصرت على المدني والتجاري والأحوال الشخصية، لا أنا من أول أسبوع دخلت الجنايات والجنح وترافعت. يعني أذكر أن أول أسبوع أنا ترافعت في محكمة الجنح وكان قتل بالخطأ أو شيء كذي حسب ما أذكر، وكنت سعيدة جدا بالحكم اللي صدر في نفس بعد مرافعتي في نفس الجلسة ببراءة المتهم. يعني هذا أعطاني دافع أني فعلا يعني أدخل أكثر في الجنايات وأعمل في جميع الفروع من المحاماة. فالمهنة بالنسبة لي هي مهنة يعني أعتقد تعلم وايد، مهنة أيضا تعطي الإنسان الكثير، مهنة على كثر ما هي متعبة لكن ثق تماما هي مهنة ممتعة، مارستها سابقا ولا زلت أمارسها وسأبقى أمارسها يعني حبا فيها وتقديرا لهذه المهنة النبيلة. يعني أكيد بين أروقة المحاكم وخلال هذه السنوات أكيد يعني مرتك قضية غريبة، قضية فيها شيء غريب، قضية مثلا فيها شيء ظريف، شيء صعب، وين نتكلم عليها دكتورة؟ احنا مرينا عاد بقضايا وايد. مهنة المحاماة تعرف شنو تسوي؟ اساسا هي كأنها تفتح لك المجتمع، الى قاع المجتمع انت تستطيع ان تنظر وترى شنو المشاكل والهموم اللي عندنا في المجتمع، لان هي تضم كل الطوائف ويلجأ لها الكل. صح. وتعرف أسرار الكثير من يعني البيوت أو مثلا أسرار الأحداث وقضايا الرأي العام، فمهنة فيها الكثير. يمكن ما يعني ما أقدر أقول أن هذه القضية هي كانت الأغرب قدر ما كان هناك كثير من الجنايات اللي مرت علي، لأني اشتغلت وايد في قضايا الجنايات، أنها قضايا مؤلمة، يعني قد يكون فيها الإجرام أكثر مما أنت تتصوره، يكون بشع لدرجة أنك ما تتخيله في مجتمعنا الكويتي، المجتمع المسالم الطيب اللين اللي يعني ما في صفات التعصب الكبير أو يعني الإجرام يعني مثل ما نقول، لكن أن تأتي قضية فيها مثلا على سبيل المثال مثلا نقول رجل يقتل أبناء كلهم مع زوجته، وكنت أنا محامية عن ورثة الزوجة في ذلك الوقت، وكان تطوعا بعد ما طلبت مني المحكمة أني أترافع عنهم ويعني أكون محامية عن الورثة. يعني مثل هذه القضايا اللي تمر علينا وايد، أو مثلا طفل صغير يقتل آخر صديقة عشان كلمة أو عشان خزة، ليش خزة أو خز أخته الصغيرة اللي يمكن ما تتجاوز 3 سنوات. يعني الواحد ما يتصور أن في مجتمعنا الكويتي عندنا قضايا فيها من يعني البشاعة أو فيها من الإجرام ما يعرفها إلا المحامين اللي اشتغلوا في القضايا
أو ليحضرون المحاكم. في أنواع القضايا كثيرة يعني، أو أنواع الأحوال الشخصية مثلا عندك، التجاري، المدني، قضايا كثيرة. راهنتي على قضية معينة مؤلمة، لذلك أنا حتى ما أحب أنقلها المقربين لي، ما أتكلم في القضايا اللي تعرض علي يوميا أو أشوفها أو أترافع فيها. تعتبرنا حتى قضايا الرأي العام من باب الخصوصية؟ بالتأكيد يعني لها حرمة، وأيضا عشان أنا يعني ما أدخلهم في مود سيء لما تسمع أنت مثل هذه القضايا. صحيح. يعني مؤلمة جدا. إحنا نوقف يعني أمام القاضي نترافع عن قضية يعني مست الرأي العام كله، أو قضية يعني كانت قضية كبيرة في البلد وفعلا كانت يعني مؤلمة. فترى إحنا نتعامل بمهنية ونتعامل يعني بعيدا عن حتى يعني أن تكون متعاطف وايد مع الطرف الثاني أو حتى طرفك، أنت تتعامل بالقانون. فالأفضل مثل هذه القضايا فقط ما يطرح في الإعلام، يعني كان يذكر اسمي أن أنا مثلا موكلة في قضية من أحد قضايا الرأي العام، يمكن أهلي وأقرب ناسي ما يدرون. والدتي اللي أنا دائما أقعد معاها وأسولف معاها وهي يعني قارئة للأخبار ما شاء الله من الصبح والصحف كلها، وهي متابعة لكل الشأن العربي والإسلامي ويعني حتى السياسي، هي متابعة جيدة، وأيضا حتى البرلماني عندنا ممكن تتحدث عن قضية قد أكون أنا يعني مشاركة في هذه القضية أو وكيلة. إذا ما ذكر أنا ما أذكر هذا الأمر حفظا للخصوصية، وأيضا عشان أنا أيضا أخلي الأمر بعيد عن عمق المأساة اللي إحنا نشوفها. جميل. يعني دكتورة أنت أول محامية رفعت قضية على وزارة الحتل. نعم. ودنا نعرف يعني شنو السبب ومتى كانت بالضبط؟ هذه القضية كانت قبل دخولي مجلس الأمة سنوات طويلة. شوف أنا أعمل في حقوق المرأة من سنوات، يعني من أكثر من 20 سنة الآن، يمكن أكثر من 25 سنة وأنا أعمل في حقوق المرأة والدفاع عنها والمطالبة بإعطائها كافة حقوقها الدستورية. أبسط حقوق المرأة هي أن تحصل على شنو؟ فرص متساوية مع الرجل. الدستور الكويتي حفظ للمواطن حقوقها الدستورية. المواطن، المرأة مواطنة حالها حال الرجل، فمن يعني الفرص يجب أن تكون متساوية وما يكون هناك تمييز أو يكون هناك يعني مثل ما نقول انقاص لقدر المرأة. نتفاجأ في أحد السنوات، ما أذكر أي سنة، أن هناك إعلان نازل من وزارة العدل، إعلان التمييز فيه واضح ضد المرأة. للأسف أن يذكر إعلان بعد حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية أن ينزل إعلان في الصحف كلها لطلب من يترشح لوظيفة نائب العام، سوري وكيل نيابة، ومكتوب فقط للذكور. فمو معقولة أن إحنا في البلد الديمقراطي اللي نتغنى بالديمقراطية وإحنا أيضا مدافعين عن حقوق المرأة ونتكلم، وصلنا إلى أعلى بعد نضال 40 سنة، يأتي إعلان من وزارة اسمها وزارة العدل ويكون فيه يعني هدم لمبدأ تكافؤ الفرص اللي أقر الدستور الكويتي. يعني وجدت أنه كان لزاما علي أني أنا أتصدى لهذا الأمر المخالف للدستور وأني أرفع دعوة على وزارة العدل. رفعنا الدعوة فترة طويلة، وكانت من الدعاوى اللي يعني أخذت صيت كبير، أخذت وقت أذكر يعني كانت، وفتح الباب مو من خلال دعوتنا احنا، وصلنا يمكن للتمييز اتذكر، لكن الطالبه اللي كنا نقيم الدعوه على اساسها وانا موكله عنها هي طالبه مجتهده حاصله على تقدير امتياز مع مرتبه الشرف، تخيل، لا تقبل ولا يفتح لها الباب في الدخول الى هذه الوظيفه اللي حالها حال الوظائف الاخرى تحرم المراه الكويتيه او الطالبه الكويتيه المجتهده، ويتم قبول الذكور وهم ممكن يعني تقديرهم جيد جدا كمستوى أقل. فيعني هذا تمييز واضح وفيه هدم لكثير من المبادئ الدستورية. فتصدينا، لكن للأسف البنت بعد فترة انتقلت أو قبلت في الادعاء العام، لذلك يعني الله. توقفت بعدها، بس كان في دعاوى كثيرة يعني على نفس الليلة. احنا متواصلين أكيد دكتورتنا الفاضلة ومتواصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج إسرائي فاصل، ونرجع لكم إن شاء الله. طبعا دقيقة واحدة ما تكفيني أتكلم فيها عن ذكرى. للأمانة أنا أشوفها في عيوني منهج يعزز القيم ويغرس المبادئ في نفس كل قريب يتعامل معها. ذكرى في الأسرة كدور دائما تكون الداعم
من قلب معطاء ومحب، وبعد خوضها للسياسة وأدائها كوزيرة أثبتت لي أنها استثنائية في كل شيء، بقوتها وبشغفها في الطموح وفي ثباتها على رؤيتها رغم كل الصعوبات اللي واجهتها. الحمد لله كانت في عيون محبينها وعيوننا طبعا مثال جيد وجميل للاجتهاد والمثابرة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومتواصلين معاكم في برنامج سراي وضيفتي الكريمة دكتورة ذكرى الرشيدي. دكتورة يعني ذكرى رحب فيك مرة ثانية، والحديث شيق وما شاء الله يعني الوقت قاعد يمشي ولا راح أغطي المحاور أكيد اللي مجهزها لك، ولكن أبي أتكلم عن تجربتك في المملكة العربية السعودية وترافعك في أحد القضايا، ومن خلالها يعني فتحتي الباب للمرأة السعودية في الدخول في يعني الحقوق. الأمانة صارت بالصدفة، حضرت في محاكم المنطقة الشرقية في المملكة وتم قبولي في الحضور وترافعت في قضية كنت موكلة عن إحدى الشركات الكبيرة في البلد، أيضا ضد شركة من كبار الشركات في المملكة العربية السعودية، وكانت فتحة خير فعلا للسعوديات، وتم فتح الباب فيما بعد بعد ضجة صارت تغد إعلامية أن كيف يعني يتم قبول ترافع امرأة في المحاكم وهي أيضا ليست بسعودية، وأنت تعرف أن الباب ما كان مسموح. لكن أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية في خطوات يعني كبيرة لإعطاء المرأة يعني كل حقوقها، لها الحمد فتح الباب للمرأة السعودية، وكان لي أيضا شرف تدريب خريجات كلية الحقوق على مدى 3 دفعات يعني بطلب من إحدى المنظمات الدولية، ودربت الخريجات خريجات كلية الحقوق على مهنة المحاماة، وكان أمر يعني طيب والحمد لله فتح الباب للمرأة السعودية. طيب ويعني بنتكلم على ظروف ترافعك أمام المحاكم الإماراتية. محاكم يعني انت ما شاء الله اعتقد اول امراه خليجيه تترافع، اول امراه لا كويتيه، لا عندهم الامارات سباقه في دعم المراه عندهم، لكن هو كان اول تسجيل اول امراه، واعتقد يمكن بعد ذلك اغلق الباب انه ما يتم قبول النساء. انا مترافعه امام محاكم الاتحاديه في الامارات العربيه المتحده، ولي يعني هناك شراكه مع احد المحامين الاماراتيين. ما شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. يعني دكتوره ابي انتقل الى الجانب السياسي والحافل في تاريخ ذكرى رشيدي ولو كان قصير. يعني فزتي كنائب في المجلس وتم توزيرك، اولا هل كنت تتوقعين الوزاره او لا؟ للامانه انا ما خططت، انا كنت اخطط للخدمه العامه، اخطط ان اكون نائب، طموحي اني اعمل كنائب في خدمه المجتمع والخدمه العامه، فما كان ابدا عندي اي تخطيط. انا اخترت لهذه الثقه الغاليه من حضره صاحب السمو حفظ الله ورعاه، وبالتاكيد اتشرف بهذه الثقه، ولكن يمكن كان في البدايات ودي اعمل كنائب حر ويعني اتمرس في العمل النيابي، ولكن عرضت علي الوزاره برغبه اميريه يعني لاقت عندي كل قبول. الاقرب لك نائب ولا وزير؟ انا اعرف ان الوزير هو عمل لوقت محدد، انت تعمل من ضمن فريق، الفريق هذا يجب ان يكون فريق فعلا يعمل في اتجاه واحد، أن يكون هناك خطة، أن تكون هناك رؤية، أن يكون هناك عمل استراتيجي. فأنت تعرف أن يمكن الفترة السابقة اللي عاشتها الكويت ما كان فيها وايد استقرار، كل شوية تتغير وزارة، تنحل مجلس الأمة، يعني سيتم تغيير أيضا وزراء. فالعمل الوزاري بالنسبة لي هي مرحلة، أنا الحمد لله أديتها، ضميري مرتاح أن أنا أديتها على مثل ما أشوف أنها على أكمل وجه إن شاء الله، يعني مهمة في فترة معينة. لكن النائب يعمل بطريقة أخرى، يعمل من أجل التشريع، يعمل من أجل البرلمان، وإن كان الوزير يعني وهذا حصل معي أن استطعت من خلال عمل وزاري أن أعمل بشقي العمل النيابي اللي هو التشريع والرقابة. يعني شرعنا وايد من قوانين المراسيم شاركت فيها، سرعنا في قوانين كانت معروضة وموجودة على جدول الأعمال، يعني أديت هذا العمل البرلماني نوعا ما. ولكن يبقى عمل وزير الله يعينه هو عمل قد لا يعرفه الناس، لا يعرف تفاصيل وجزئيات العمل الوزاري الذي قد يرهق الوزير وما يقدر الوزير يحقق الاستراتيجية اللي وده يطبقها أو العمل اللي وده يعني يقوم، خصوصا أنه هو يأتي
يكمل عمل غيره ويفترض أنه يكمل عمل غيره. تلاقي مثلا بعض الوزراء ينسف عمل من سبقه. فإحنا نعيش في دائرة يعني أعتقد تحتاج أن تكون عمل مؤسسي يعني متراكم. يعني دكتورة وزارة الشؤون اختيارك لهذه أو تم اختيارك لهذه الوزارة وهذه الوزارة وزارة ثقيلة وزارة شائكة وفيها قطاعات كثيرة ومسؤولياتها جدا كثيرة، ما شفتي في صعوبة في التعامل مع هذه الوزارة؟ لا أنا ما شفت في صعوبة، الصعوبة في عدم تقبل ناس كثيرة لها مصالح، خصوصاً هي تتعامل مع مصالح مادية لشركات ولأشخاص، ففي صعوبة في أنك أنت تبدأ تقول أنا حرصي على المال العام بشتغل في هذا الاتجاه أو ألغي عقود أو أفتح يعني بعض المواطن اللي تفوح منها رائحة الفساد، فيصير في عندك شنو؟ يصير في تيار معاكس لعملك، أنت جاي تعمل، أنت جاي تشتغل، وهي بالفعل وزارة ثقيلة، فيها قطاعات كثيرة، فيها قطاع العمل هذا يجب أن يكون وزارة في كل الدول، ترى هو وزارة منفصلة. بروحها منفصلة، اسمها وزارة العمل. احنا الوزير مشغول بوزارة العمل، وزارة العمل يبي لك ان تكون عندك استراتيجية، والله الحمد انا من اول يوم يعني وفي اول البدايات عملت استراتيجية للحد من العمالة السائبة الهامشية في المجتمع الكويتي، وهذه تحتاج الى 20 سنة حتى انها يعني تاخذ انت ثمرها. عندك قطاع التعاون قطاع كبير، اجتهدنا قدر المستطاع أن يصدر قانون الجمعيات اللي أنا أؤمن فيه، يجب أن تكون هناك عقوبة مقلضة، ويجب أن يكون لا يكون مثلا مجلس الإدارة هو المجلس المنفرد في القرار، لا يجب أن يكون هناك عليه مثلا مراقب مالي وإداري. تي عند الرعاية الاجتماعية، هذا قطاع كبير أنا قبلته لأن في مساعدة للمجتمع، يعني الوزارة عموما تقدم خدمات كثيرة وفعلا وزارة ثقيلة، إرثها كبير وفيها يعني فيها عمل جبار، وتحتاج كل قطاع يحتاج أن يكون هيئة متخصصة متفرقة لهذا العمل حتى أن تؤدي ما يتمنى المواطن ويطمح له المواطن أكيد. الكويتي دكتورة من خلال بعض القرارات اللي اتخذتيها ويمكن تكلمتي عنها قبل شوي، لاحظنا أن الدكتورة ذكرى الرشيدي تعرضت لهجوم لاذع جدا وحرب إعلامية قوية جدا تجاه الدكتورة ذكرى الرشيدي، ويمكن يعني تم ربط بهذه الأمور بقضايا المرأة، يعني ادخلوا من هذا الباب. لا هو كان الهجوم واضح لكل يعني اللي عنده بصر بصيرة يفهم في العمل السياسي، يعرف أن هذا كان اللي ثني عن الاستمرار في عملي في تطبيق القانون. أنا من أول ما جيت كان عندي محورين، أحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة في هذه، واللي أنا قبلت الوزارة وفرحانة فيها أنها تعطيني الفرصة لتحقيق عدالة اجتماعية ورعاية اجتماعية ومساعدة للمرأة وغيرها. أيضا تنظيم العمالة الموجودة في البلد، وكلنا نعاني من عمالة غير منظمة، كل العمالة المفيدة واللي إحنا تربينا أساسا وتعلمنا من خبراتهم، أعتقد هذيل إحنا نقدرهم ونحترمهم ونجلهم، ويجب أن تكون هناك يعني تنظيم لهذا الجانب الاقتصادي اللي فيه العنصر البشري. فلما تعاملت في وزارة الشؤون تأكيد كان هناك تغيير قد لا يقبل فيه الآخرين اللي لهم ربما يكون مصالح في بعض المناصب، لما تبي بس الوزير يبي يسوي تغيير مثلا في المناصب الموجودة، أو الوزير يفتح ملفات كانت مركونة سنوات طويلة وعليها شكاوي طويلة يعني وكثيرة في مجتمعنا. فأعتقد اللي كان موجود كنقد ما كان نقد بناء بالتأكيد، هو كان في الاتجاه الثاني، لكن أنا أحمد الله أنه لم يكن يعني لم يأتي بشيء يتعلق في المال العام ولا في إضاعته ولا في حتى المساس به من ناحيتي، هذا شيء أنا افتخر فيه وأعتز وأحمد الله أن هي الحملة وإن كانت ممنهجة زين وكانت تسبب إزعاج للحولنا كلنا يعني، ولكن أنا ما كانت تزعجني وما كنت التفت لها، كنت أطبق وردت في نفس الوقت على يعني من كنا نتوقع ونعرف أسباب هذا الهجوم، يبون يثنونك عن تطبيق قانون أو لهم مصلحة معينة، أو لأن أنا فتحت أيضا ملفات كثيرة من يعني ملفات التجار في مضخمة جدا يعني، وحاولت أني أبدأ استراتيجية يعني لوزارة الشؤون
قد يعني لا يقبل فيها الكثير من المصالح. لو عرضت عليك مرة أخرى وزارة الشؤون هل تقبلين فيها أو لا؟ والله شوف أنا من البداية من سنوات طويلة يعرض علي نفس السؤال، يعني قبل يعني أول بدايات العمل السياسي أنا أقول أن أنا في خدمة بلدي من أي موقع حسب الوقت وحسب الظروف وحسب ما أنت تشوف قادر أنك تخدم في هذا الاتجاه ولا لا. يعني أنا الآن كل همي وتخطيطي هو للخدمة العامة من خلال مجلس الأمة من خلال العمل البرلماني، أرى أني أنا قادرة على هذا العمل، أرى أني أنا يعني كامرأة سوف أمهد أيضا الطريق لكثير من النساء بعدي مثل ما تمهد لهم الطريق في دائرتي على الأقل مثل ما أشوفه، أن يعني كامرأة مستعدة أنا أخدم بلدي من أي موقع وحسب إمكانياتي وظروفي. يعني جميل، راضية عن التمثيل السياسي للمرأة الكويتية من خلال 10 سنوات من خلال 4 نائبات من خلال أكثر من وزيرة، هل متقبلة التمثيل؟ هل تمثيل جيد إلى نوعا ما؟ هل في ملاحظات؟ بالتأكيد لا. أنا من يعني العاملين في هذا المجال هو المطالبة بوجود المرأة وتمكينها في المناصب القيادية وفي وجودها في العمل السياسي والعمل البرلماني، ومشجعة لكل امرأة قادرة ولديها إمكانيات ومؤهلة لهذا العمل أنها تشارك معنا. زين، لأن وجود المرأة وجود مهم، الدولة راح تستفيد، المجتمع راح يستفيد من وجود المرأة بجانب الرجل. أعتقد أن الدولة محتاجة إلى العنصرين، إلى الرجل والأنثى، يعني لا يمكن أن تقوم الدنيا وتقوم الديمقراطية بوجود نسبي للمرأة في سواء في التمثيل النيابي أو في حتى الوزاري أيضا في المناصب القيادية. لذلك أنا دائما طموحة أن تتجه الدولة بقرارات جريعة لتمكين المرأة في مناصب كثيرة، وأن فعلا تساعد الدولة في تغيير هذه النظرة القاصرة للمرأة في مجتمعنا. فبالتأكيد أنا مقابلة، وبالعكس يعني أنا أتمنى تمثيل نسائي أكبر وأتمنى مشاركة أكثر من النساء في الترشح. يعني ما نقول إلا بالتوفيق يا رب العالمين، ويعطيك العافية. ومشكورة دكتورة ذكرى رشيدي، أعطيتنا من وقتك وأجرينا هذا اللقاء. هل من كلمة أخيرة في الختام؟ شكرا لك. أنا اللي أقوله الله يكتب الخير للكويت ويكون مزيد من التقدم الديمقراطي إن شاء الله. اللهم آمين. كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام لضيفتي الكريمة الدكتورة ذكرى رشيدي، النائب السابق والوزير الأسبق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لقاء جديد يجمعنا فيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ومع السلامة.